مين اللي علمكوا كده؟ لو تعرف البني ادم اللي علمك كده اعمل له بلوك ريبورت وديليت من حياتك اصلا. كنت لازم اعمل الفيديو ده. جريمه سفاح التجمع من ابشع الجرائم اللي مرت على مصر، لكنها لم تكن الجريمه الوحيده اللي هزت الراي العام. جريمه بشعه هزت مصر اليومين اللي فاتوا، راح ضحيتها اربع بنات على ايد سفاح التجمع، واللي كان بيستدرجهم لشقته في التجمع ويمارس معاهم الرذيله ويعذبهم بادوات حاده قبل ما يخنقهم ويموتهم وبعدين يرميهم في الصحراء. وقبلها بايام كانت جريمه شبرا الخيمه، لما شاب خطف طفل صغير وقتله وخرج احشائه من بطنه بتحريض من مصري مقيم في الكويت مقابل انه يديله 5 مليون جنيه. لكن طول تاريخها عدى على مصر جرائم ابشع بكتير، زي جريمه بني مزار في المنيا واللي حصلت سنه 2005 لما اهالي القريه صحيوا على خبر قتل 10 اشخاص، ستات واطفال ورجاله من 3 عائلات مختلفه. الجاني ما اكتفاش بقتلهم، انما ذبحهم وقطع اعضائهم التناسليه. التحقيقات بتقول ان الجرائم العشره حصلت في 2.5 ساعة بس، ولحد دلوقتي لغز الجريمة ما تحلش. في إشاعات ساعتها قالت إنهم اتقتلوا كقربان لفتح مقبرة فرعونية، لكنها مجرد شائعات ومفيش أي أدلة رسمية عليها. وكمان جريمة سفاح الإسكندرية والجيزة، قذافي فراج عبد العاطي واللي قتل 4 أشخاص ودفنهم في الفترة بين 2015 و2017، بدأها بقتل صديق عمره وسرق ثروته اللي جمعها من شغله في الخارج على مدار 20 سنة، وبعدين سافر على اسكندرية باسم مختلف وهناك اتجوز واحدة وقتلها بعدها على طول بانه حط لها سم في الاكل وبعدين ضربها بآلة حادة وحط جثتها في الفريزر لحد ما يتصرف فيها، وبعدين قتل 2 تانيين بسبب خلافات معاهم، منهم بنت اسمها نادين وواحدة تانية شغالة في محل ادوات كهربائية لما طلبته بالجواز منها وبعدين تنصل منها. وطبعا مش ناسين جريمة الإسماعيلية اللي فعلا كانت من أبشع الجرائم اللي مرت علينا، لما بلطجي قتل صديقه في الشارع قدام الناس في نوفمبر 2021 وبعدين فصل راسه عن جسمه بشكل كامل باستخدام سطور وفضل ماشي بيها في الشارع وسط ذهول الناس، واللي أصاب منهم 2 بالسطور. واكتشفت التحقيقات انه كان تحت تأثير مخدر الايس. وبرضو جريمة الرحاب اللي حصلت سنة 2018 لما شخص قتل شاب جامعي بمساعدة بنته اللي هي خطيبة الشاب، بسبب اكتشاف الشاب تزوير ابو خطيبته لبطايق تحقيق شخصية عشان يهرب من حكم صادر ضده. اللي زعل الناس اكتر انه اتاخد على اخوانه من خطيبته، لان هي اللي استدرجته وقالت له إن أبوها عاوز يحل خلافاته معاه، ولما وصل الشاب لشقته في الرحاب لقى أبوها واتنين كمان مستنينه عشان يخنقوه ويدفنوه في مكان حفروه في المطبخ.